علاقات، خلينا نبتدي بس بأهم علاقة في حياة الكل، هي بداية العلاقة اللي احنا بعد كده بنقدر نتعامل بيها، علاقة الأب وبنته. خلينا نبتدي بيها علشان هي دي اللي بتاخدنا بقى لكل العلاقات العاطفية والإنسانية والاجتماعية والعلاقات المهنية وكل العلاقات. علاقة الأب ببنته دايما دلوقتي هتلاقي فيه توتر فظيع جدا في الحتة دي، وعلاقة الأب ببنته بتبقى شوية فيها صعوبة وفي قسوة وفي بصي كل الحالات اللي عندي تقريبا مشاكلها الأساسية هي من حتة الأب. فخلينا بس نبقى متفقين ان احنا نبتدي انه الأب ده دوره أصلا مهم جدا في حياة بنته. خلينا نتكلم عن البنت تحديدا، لأن دلوقتي دور الست أصلا في المجتمع بقى زيها زي الراجل ويمكن أكتر شوية، عندنا سفراء ووزراء ودكاترة وكل حاجة، فالعلاقة دي بتأثر علينا تأثير سلبي وإيجابي بنسبة 180 درجة. المفروض ان احنا مثلا يعني فكرة العلاقة دايما المفروض انه الأب يبتدي يزرع الثقة في بنته ويتعامل معاها على فكرة حرية الاختيار، ان هي تقدر تختار من وهي صغيرة، ياخد رأيها، يدور على الميول اللي عندها، يشوف هي بتحب ايه وبتكره ايه، بحيث ان هو يقدر يساعدها ان هي تقدر تختار علاقة سليمة من طفولتها، يعني من طفولتها بالظبط، من طفولتها بالظبط. ده بيأثر علينا احنا بعد كده.